طيب اخد ناديه. الو، ايوه، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا، شرفت بحضرتك. انا اتفضلي كنت عايزه اسال الشيخ بس سؤال كده، هو خارج الحلقه يعني، بس اتفضلي. معايا الشيخ معاكي، اشرف. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، سامعك السلام كويس. عليكم عليكم السلام، اتفضلي. يا شيخ. انا بص، يعني هو وعد ربنا الحق ان الظلم اكيد، يعني الظلم بيترد، صح يا شيخ؟ طب تعمل ايه في حد بقى يعني شايف يعني قمة الظلم من الناس؟ يعني انا عايشة في بيت عيلة، يعني حماتي يشهد ربنا ان هو يعني موريانا كل المرارة اللي في العالم كله. مش عايزة اقول لك يا شيخ ان احنا بنخاف من، انا وجوزي، من حكاية عقوق الوالدين دي اللي بترعبنا، وكل مرة ممكن بننزل لها وهي بترفضنا، فاحنا ممكن اللي بيحصل لنا في حياتنا يعني بنقول هو هل فعلا احنا جايين عليها؟ طب احنا حتى لو جايين عليها ما احنا بنروح لها وهي اللي بترفض. هي هو عايزة ايه؟ ابنها كمان بيعاني من نفس الموضوع ولا انت بس؟ ايوه، ايه اللي يعني مش عايزه مضايقها اقول لك ان منه؟ هو ازاي بر بيها، ازاي بيخاف حتى ان هي ممكن حتى لو شتمت او دعت او قالت اي حاجه بيخاف من الحرمانيه ان هو يرد اصلا. يعني احنا طب حتى هي ايه اللي دلوقتي مضايقها؟ ايه اللي مضايقها؟ لا، اللي مضايقها ده ان احنا كنا قاعدين معاها فتره، يمكن 10 سنين بعد ما اتجوزت، جينا قالت لنا لا انا مش عايزاك ومش عايزاك تقعدوا معايا، ده السبب اصلا يعني احنا ملناش فيه اصلا. ف يعني الواحد يعني بيقول يا رب، يعني هو الظلم ده بيفضل كتير يعني. يعني سبت البيت ولا ايوه، سبت البيت ورحت عشت في بيت لا لوحدك؟ لا لا، انفصلت بس فوقيها برضه في نفس البيت، بس معزولة فوقيها. يعني، قاعدة معزولة يعني في أكل وشرب بس وبتاع. مش سايبانا في حالنا بقى يا شيخ. يعني هو ايه اللي هو احنا عايزين ننفصل منك بمعروف، يعني عادي، السلام عليكم، وعليكم السلام، في معروف، في ما إيه فيش، الأذى ما اللي هي فيش. بتعمله لا يا لحماتها؟ شيخ، بتأذيكوا هي إزاي؟ إدينا مثال واحد للأذى اللي هي بتأذيكوا بيه. يعني ممكن انا طالعه ونازله انا وولادي، ممكن تدعي، ممكن تشتم، تخيلي اصلا هو يعني الاذى باستمرار ما بيخلص، وفاكره عمال دايما على نفسها بطال على كده حق. شتيمة في الطلعة وفي النازلة؟ عادي جدا، والدعاء جوزها بقى، الكبير ولا في وهتشوفوه في أبوها؟ ولادكم. طيب بصي، وجوزك هو ابنها الكبير ولا لا هو التاني، هو طيب التاني الأولاني بتعمل معاه كده برضو؟ يعني هو نفس الحوار برضه، يعني يعتبر نفس الحوار يعني هي برضه ست قوية مع كل الناس. بالظبط بالظبط. فهو بصي، جالك احساس قهر بقى، يا رب انت قلت هو الظلم ما بيستمرش، وان اصلا الظالم مهما عاش ومهما تكبر انا هشوف فيه يعني يوم يخلي كل اللي جوايا ده يعني. هو انت مستنية تشوفي فيها يوم يعني؟ لا انا ولا مستنيه ان عايزة ربنا ربنا يبعد أذاها عنك وخلاص؟ بالظبط يبعدها عني، طيب او تعرف في يوم من الايام ان الله حق، ان ده غلط، ان ده حرام. نفسي ربنا يردها كده وتعرف ان لا، اللي بتعمله ده تمام، لا حرام، فهمت ده كده غلط، ده كده حرام. ماشي يا نادي، حاضر هنرد عليك. طيب يعني هي عايزاها هي تعرف، او الظلم يترد لها، او يجي زي في الافلام في نهاية، يعني في نهاية سعيدة وتعرف ان الله حق. هل ده بيحصل في الدنيا ولا ممكن حد يموت وما يعرفش ان هو كان ظالم هو اصلا؟ انا عايز اقول حاجه صغيره. هي طبعا ناديه فاكره ان حماتها ظالمه، هي فاهمه كده، وحماتها فاهمه ان هي مش ظالمه. الواقع بيقول ان حماتها بتستخدم صلاحياتها اللي ربنا اداها لها. لا مش فاهمه، بتستخدم الصلاحيات، هي ام، فهي شايفه ان نوع التربيه اللي بتربي بيه اولادها، شايفه ان اولادها حتى وان كانوا كبروا واتجوزوا وخلفوا فهم لسه تحت جزمتها. في ناس كده، في ناس فكرها كده، هي علمها كده، فهمها كده. هو ربنا هيحاسبنا على حسب المخ، على حسب العقل والفهم، مش هيحاسبنا على حسب الاعمال كده، مش جهجهون، لا. هي الست مفهومها كده. اللي واضح ان ولادها مش فاهمينها. هي ذو شخصيه يعني حاده قويه، عايزه حد يديها مكانتها. ادي كل الموضوع. فانت يا ناديه هقول لك على حاجه بسيطه خالص، واعمليها وشوفي التغيير ايه اللي هيحصل. انت كل ما تعدي عليكي انت خليكي مبتسمه، ولا معلش حقك علينا، احنا فعلا مقصرين معاكي، معلش سامحينا. وهي مش هتسامحك وهترفضك تاني، معلش سامحينا، احنا فعلا مقصرين في حقك، والله عندك حق، انت فعلا صاحبه حق، انت فعلا كلامك صح، احنا فعلا مش متربيين، احنا فعلا كلامك هو الصح. اقعدي عمقي في فكرها ان انت فاهمه ان هي صح، ان هي صح. هتبدا العلاقه تتغير،
والفكر يتغير وتبدا تبص لك بان هي مش شايفاكي. يعني هي الست دي مش شايفه ولادها ولا شايفه نسوين ولادها. امال شايفه ايه؟ لا مش شايفه حاجه، هي شايفه شخصيتها هي. هي شايفه نفسها بس. فده قد يكون مرض نفسي، قد يكون ثقافه هي اتربت عليها، قد يكون هي نفسها ظلمت من حماتها فبتنتقم من ازواجها. او هي دي الطريقه اللي شافتها من حماتها، فهو ده الطريقه. فهي شايفه ان الحموات طبيعي لازم يبقوا كده، ان الحما لازم تبقى كده. بس هي مع مع اولادها كده. ايوه ما انا بقول لك، ما هي خلاص هي فاهمه كده. كان زمان ممكن يكون المعيشه من قبل السبعينات او قبل الثمانينات كانت الامهات مع الحموات بنفس الطريقه. يعني خليني اقول كانت امي مثلا مع حماتي كده، كانت ممكن امي تخاف من من جدتي اكتر من ابويا نفسه. ده كان بيحصل. ده كان بيحصل مع قوه والدي ومع قوه شخصيته جدا في البيت، فلكن كان ممكن ده يحصل، ان كانت الام الكبيره بصي ابويا نفسه كان بيخاف منها. فهنا هنا ما انا بقول لك، يعني شوفي انت خايف من ابوك مرعوب، لو شفت ابوك جاي من الشارع ممكن يعني مش عايز اقول لك تعمل ايه. ومع ذلك تلاقي ابوك نفسه بيخاف منها. فكانت الستات الكبار زمان قديما بهذه الصفه، فممكن تكون الست دي من بقايا العصور دي. طيب هي ناديه بص صوتها بيرتجف وبتعيط وشايفه ان ده ظلم، وامتى هتشوف ان الظلم ده نهايه، وامتى هي بقى يعني هي مش عارفه تعيش كده بالاداء. مش هتعيش وهتتعب، وجوزها هيتعب، وولادها هيتعبوا، ولاد التانيين ولادها، لان هي بتدي اشارات سلبيه، لان هي مركزه ان ده ظلم. يعني هي مركزه ومصره على ان ده ظلم. زي اتنين راكبين عربيه ماشيين القاهره اسكندريه، عدوا بوابات القاهره، يبقى هما كده رايحين على فين؟ على اسكندريه. على اسكندريه. اللي سايق بيقول يا جماعه انا شايف ان احنا ماشيين غلط، واحنا مش رايحين في طريق اسكندريه، ده احنا رايحين في طريق مثلا البحيره، ولا رايحين في طريق القاهره، ده احنا ماشيين في الطريق العكس، المفروض نعمل يوتيرن ونرجع. واللي جنبه بيقول له لا بس مالكش دعوه، امشي انت في الطريقه ديك بالشكل ده. شوف الاثنين اهم ضد بعض، همك في نفس القياده وماشيين، وفي الاخر العربيه ماشيه في طريق اسكندريه. في الاخر هما الاثنين هيوصلوا اسكندريه. اللي كان عنده عدم يقين ان هو ماشي في الطريق غلط، هو مش بيدعي، هو فعلا متهيأ له ان الاتجاه ده مش الاتجاه الصح. ودي ساعات بتحصل لنا لما نبقى سايقين بالليل. يعني هو قصده يا ناديه انه حماتك هي شايفه ان هي مش ظلماكوا، هي هي كده، يعني هي شايفه انه ده الايه، ده دورها. وانه يعني طبعا احنا لازم نقول للناس دي انه يعني برضو لازم رسالة للناس اللي طول النهار عمالة على بطال، الستات اللي بتشتم في الطلعة وفي النازلة، يعني مش هتستجيب يا استاذ دعاء. بس خلينا نقول حاجة، يعني خليني انا مثلا ما ينفعش اجيب ابني اللي عنده سنة واقول له يا ابني كده غلط، ما ينفعش تدلق المية دي، واسيبها قدامه هيدلقها. فالستات الكبار في السن اللي هم عندهم الفكر ده صعب. بصي اصعب حاجة في الدنيا هو تغيير الفكر. فكر الانسان ده اصعب ما يمكن. فكر الانسان اللي بيودي الناس في داهيه هو بقى فكرهم. ففكر الناس ما بيتغيرش، انت اللي تتغيري، يعني ناديه اللي تتغير، تتغير في طريقه السلوكيات مع حماتها، فتقعد تقنع حماتها ان هي صح. انا ما اعرفش ناديه ممكن الكلام ده يريحها ولا لا. لا مش انا بحل. صح انا صح. بحل قول فصل، مش بقول صحيح. مش انا هقعد احنا مش بنطبطب على الناس. لا مش هقول لها معلش واصبري وريحك، لا ده انا بحللك. أيوه. طب جربي، طب خلي ناديه تجرب. وكل واحده عندها حماتها مطلعه عينيها كده. أيوه. تجرب بنفس الطريقه. طيب. تنزل تقول لها حبيبتي وحقك عليا ومعلش والله عندك حق، طب بس ما تزعليش مني، انا مش عارفه تزعلي مني. حتى وان كانت يعني مزوداها جدا. نقعد نقول كده بالتكرار. بصي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل كان سيدنا ابو بكر قاعد معاه، وبعدين دخل راجل قاعد يقول لسيدنا ابو بكر انت راجل فاسق، انت راجل فاجر، انت راجل مش عارف ايه، وسيدنا ابو بكر كان رده ايه؟ سلام عليك. شوف يقول له سلام عليك. الراجل عمال يشتم فيه يقول له سلام عليك، حتى قال الرجل لابي بكر كلمه اللي العرب ما يحبوهاش، اللي هي كلمه انت كاذب. فقال له انت رجل كاذب، لان زمان الرجل لو كذب مره في حياته ما بتتاخدش بشهادته، فخلاص سقط من نظر الرجال، فمبقاش راجل. يعني ما ينفعش يكذب، يعني راجل ما ينفعش يكذب. فلما قال سيدنا ابو بكر قال لا والله، لا والذي رفع السماء بلا عمد، بل انت الكاذب. فالنبي عليه الصلاه والسلام فالنبي مشي، سابه ومشي. فسيدنا ابو بكر مشي وراه، قال له يا رسول الله بس ايه اللي حصل؟ وانا عملت ايه؟ قال له يا ابا بكر لما كنت تقول له سلام عليك ارسل الله ملكا يرد عنكما. فيقول لك انت بل انت احق بالسلام وهو احق بالايه؟ بالسباب. فلما رددت عليه انصرف الملك وجاء الشيطان والنبي لا يجلس في مجلس فيه شيطان.